السلام عليكم وأهلا بكم في لقاء جديد. الشبت. الشبت أحد الخضار الورقية، اسمه العلمي أنيسوم جرافيولينس، يتبع الفصيلة الخيمية أبياسي، موطنه أصلي حوض البحر المتوسط، يعرف أيضا بعين الجرادة والشبس والسنوت وفي تونس بالبسباس، ويستخدم في الحساء وبعض المأكولات البحرية ومع المقبلات وكتوابل. الدول المنتجة له الصين، الهند، إيران، تركيا، ألبانيا، ألمانيا، والمجر وبريطانيا. وفي الوطن العربي مصر، سوريا والعراق، والجزائر والمغرب، ولبنان وتونس والأردن. الوصف النباتي: الشبت نبات حولي سريع النمو، جذوره وتدية، ساقه أسطوانية رفيعة جوفاء، الأوراق ريشية صغيرة، الأزهار صفراء في نورات خيمية، البذور بنية مبططة. الاحتياجات البيئية: الشبت من النباتات المحبة للبرودة وأشعة الشمس الكاملة، ويحتاج لتربة غنية بالمادة العضوية خفيفة جيدة الصرف. فوائد الشبت: 1- يقوي القلب والمعدة. 2- طارد للغازات ويعالج عسر الهضم. 3- مهدئ ومساعد على النوم. 4- مضر للحليب عند المرضعات. 5- ينفع في حال تشنج الحجاب الحاجز. 6- يفيد رماد الشبت في ضماد الجروح. 7- بذوره فاتحة للشهية. 8- الحفاظ على صحة العظام. 9- التحكم في مرض السكر. شكرا لحسن المشاهدة. من عنده رأي أو اقتراح اكتبوه في تعليقات. بارك الله فيكم، ولا تنسوا الإعجاب والمشاركة، وإلى اللقاء ودمتم سالمين.